ضغطي من حماتي وأهل جوزي للزواج من أخو جوزي. أنا هجوزها. قالها مين اللي هجوزها؟ قالها هجوزها لأخو جوزها. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة خلطبيتة اليوتيوب وحلقة جديدة من حلقات القناة. والقناة اللي معانا النهاردة مش قناة واحدة، قناتين. القناة الأولى حنف السيد، القناة الثانية نسخة من حنف السيد. قناة اسمع كلام ستك، سوري أنا مش قادر أمسك نفسي والله من الضحك. بدأت الأول بنبض حنف السيد، وبعد كده بهت عليها حنف السيد، وبقت هي وحنف السيد بتقدرش تلبطوا مع بعض. قناة اسمع كلام ستك يا جماعة بقت حاجة فظيعة، بقت نسخة تبكي الأصل، ما تبقاش قادر تفرق مين فيهم حنفي ومين فيهم سميرة. الاتنين بقوا خلطة بيطة، دول حتى بقى يجيبوا المواضيع شبه بعضها. دي بتتكلم عن الزوجة اللي فقدت زوجها وأخوه اتجوزها كويس، وفضلوا الاتنين بعيد عن بعض وبيتعاملوا معاملة الاخوات. هو قاعد عند مامته وهي قاعدة في شقتها، وهو بينزل يبات عند مامته. لا اصبري عليها، استني عليها، اصل هي حزينة لما تنسى جوزها شوية 9 شهور. وما كانش جرب الجواز ولا شاف الجواز خالص، وفضل 8 شهور 9 شهور. العنوان بقى اللي كاتباه ست وهنشوف دلوقتي ينزل على الشاشة، كاتبة ايه؟ اخو جوزي بيعكسني. بيعكسك ايه؟ هو ده عنوان مختاره ليه؟ اذا كان هو متجوزها اساسا الراجل. بقيت حنفي السيد حتى في عناوينه، اهدي شويه، ده انت داخله على تقيل، عمرك ما هتسدي قصاد حنفنف ابو حنف. تنزل المره دي ماشي، لكن يا جماعه حنفي السيد فاجئ ان ليه قصه برضو تقريبا في نفس الشهر ده وعاملها، برضو بتتجوز اخو جوزها، لكن دي النهايه مختلفه و قناة اسمع كلام ستك جايبة نهاية مختلفة. تعالوا بقى نشوف لو حنفي بيتكلم في قناة اسمع كلام ستك هيبقى عامل ازاي، ولو مدام سميرة في قناة اسمع كلام ستك بتتكلم في قناة حنفي السيد تبقى عاملة ازاي. تعالوا نشوف التبديل مع بعض، ده انتوا هتضحكوا ضحك. اه والله سوري، والله اسمع كلام ستك بقى مش عايز اقول اسمك، بس يلا سوري والله العظيم. انت اساسا بتعملي فيديوهات عشان اللي زيي ينتقدك ويعمل فيديوهات. انت غاويه بتنتقد حنفي السيد وبتجيب عناوين ملهاش علاقه بالمضمون والفيديو. يلا بينا نتابع. انا هجوزها. قالها مين اللي هيتجوزها؟ قالها هيتجوزها لاخو جوزها. قلت له النبي فكره حلوه، تاهت على دماغي منين دي؟ صح، اخو اللي مات يتجوزها علشان البنت عمرها ما هتسيب البيت، وفي نفس الوقت يبقى ابني قدام عينيا، وعلى الاقل مش هيلقى حد حنين عليه زي عم. قالوا خلاص احنا بس ايه تفوت الفترة الحزن اللي احنا عايشين فيها دي، وبعد كده نعمل الفرح. ضغطي من حماتي واهل جوزي للزواج من اخو جوزي من اكتر من 9 شهور، ولكن الجوازة ما تمتش لحد الان، جوازة على الورق بس. اقدر اكون زوجة وزوجة لاخوه كمان، انا ما كنتش عايزة اتجوز اصلا، بس حماتي هي اللي ضغطت علي بان زي ما قلتلك اكتر من 9 شهور متجوزين، هو بينام تحت عند امه وبيقول لها معلش على ما تفوق من الحزن. حماتي وما تيجي تزعقلي قول لها سيبيها، دي بني ادمة لحم ودم ومن حقها تزعق. شو قلت لكم؟ هي حنف السيد بقى سمير، وسميرة بقى حنف السيد. راحت زهق والله العظيم من الناس دي، تنتقد الناس، وهي لما لقى الناس دي ناجحة زي حنف السيد وبيعمل تارجت عالي قوي ويحقق مشاهدات كتيرة جدا، قالت ما اعمل زيه. دخلت في الحكاوي والقصص والناس بتبعت لي والحوارات دي كلها عشان تخش في زورق حنف السيد. يا جماعة أرجوكم فهمتوا أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي إن أنا بنتقد كل الناس اللي هي بتعمل حاجة عكس ما بتقولها. بنتقد الناس اللي بتحاول تخش كده في القصص كده عشان تخلق مشاهدات بأي طريقة، كل واحد بيجتهد، بس محدش يمثل علينا ويضحك علينا. أنا بشكركم لحسن متابعتكم، وأتمنى يا رب يكون الفيديو أسعدكم، وانتظروني في حلقة جديدة، وكل ما هو جديد آتٍ بإذن الله. شكراً ليكم، وما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير وتابعونا، ويا ريت أشوف تعليقاتكم. شكرا وحفظ الله وأمنه.